هل تجد نفسك أحيانا تعاني من تقلبات مزاجية أو حزن مفاجئ في الأعياد؟ إن كانت الإجابة بنعم فلا تقلق، فأنت لست وحدك. اكتئاب الأعياد هو حالة منتشرة بشكل كبير، خاصة بين الشباب. فعلى الرغم من الأجواء الاحتفالية التي تشهدها الأعياد، إلا أن البعض يفضل الإنعزال وعدم مشاركة الناس فرحتهم. كما توجد العديد من الأعراض المزعجة التي يسببها اكتئاب الأعياد، وأبرزها الشعور بالحزن المفاجئ، عدم القدرة على التركيز، تغير ملحوظ في الشهية سواء بالزيادة أو النقصان، اضطرابات النوم، الشعور بالتعب والخمول، التوتر، القلق، العصبية، الصداع، وفقدان الرغبة والشغف تجاه الأشياء. وترجع الإصابة باكتئاب الأعياد إلى العديد من الأسباب، وأهمها عدم النوم بشكل كاف والسهر الطويل، زيادة الإنفاق المادي، عدم الحصول على إجازة للعيد، شرب الكحوليات، تناول الأطعمة بكميات كبيرة. أما عن التشخيص فيجب استشارة الطبيب النفسي فور ظهور الأعراض السابقة لتحديد العلاج المناسب، ذلك فقط في حالة ما إذا كانت الأعراض شديدة وتؤثر بشكل ملحوظ على الحياة العملية والشخصية. لكن إذا كانت الأعراض بسيطة ففي تلك الحالة يمكنك التغلب على اكتئاب الأعياد باتباع بعض النصائح السلوكية، مثل تقليل الإنفاق المادي قدر الإمكان بشراء الأشياء الضرورية فقط، الابتعاد عن الكحوليات واستبدالها بالمشروبات الصحية، ممارسة الرياضة وممارسة تمارين التأمل والاسترخاء مثل اليوغا والتنفس لمدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة، تجنب العزلة والاختلاء بالنفس، قضاء العيد مع الأشخاص المقربين، الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والسكريات، الحصول على قسط من الراحة.